احنا صحابنا بعد ما جينا من البحر رايحين ملاية المعمورة، وهنركب حاجات حلوة قوي، حاجات وهنركب حاجات صعبة، بس يا ريت يلا بس ما يخافش. بس يلا فينا عارفة اللعبة، عارفة البتاع اللي بتدور وانا صعبة جدا قوي على فكرة يا جماعة، بس مش بتدور. بس انا يوم ركبتها ما قلتش. بس اول يوم تركبوها، يعني اول ما تركبوها هتبقى بتحس بالدور كده، وبتطلع لفوق، بتنزل تطلع لفوق وتنزل، بعدين تاني مره عادي مفيش حاجه تلف كده. يلا بينا تعالوا معايا، واحنا هنركب عليها وكملوا الفيديو عشان الفيديو حلو قوي. يلا بينا. طبعا يا ده مش راضي، مش راضي، وبصوا على ايديه مش راضي. انت مش عايز تركب ليه يا ازم؟ ها؟ مش راضي. بص يا اصحابنا دلوقتي هركب دي وهركب وراها حاجه ثانيه، بس تعملوا فيديو مش عارفه لا سهل. طب يلا يا ازم هيل يا ده اللي بتراعي. يلا بينا. بس كنت بتزحلق كده على يزن بس. يلا روح فين يا غسل؟ بتحب ايه في تيرا؟ بتحب ايه في تيرا؟ مش عارفه بس انا بدخل جواه بس لعيني. ليه؟ طب انا بفتح. طب واحنا داخلين ليه ما دام انت هتقفل عينك كده كده؟ ايه؟ ماما اخر واحده. طب احنا داخلين ليه ما دام هتقفل عينك ده؟ طب انا هسالك ايه اللي جوه بيت الرعب بعد ما نخلص؟ انت اللي بتخوفيني على فكره من اولها، مش متخليها. طب يلا. انا بفتح حلم، انا بفتح حلم. عشان كده بتصور؟ لا بفتح حلم بس. الشاف هيصورها. دي صورها. هي دي؟ بابا انا مش شايفين حاجه يا غزل، ايه الارمى وبس؟ في ايه خوف يا غزة بيت الرعب؟ لان عامل كده عامل واحد زي دي. عامل كده على خوف. ايوه انا في نظري ولا يستاهل. انا بقى تعب خالص. انت خفت يا زلمه؟ لازم اخاف. انا حاسس ان انا هموت. طب يلا بينا. هتعمل ايه؟ هتعمل اللي هي ال 3 دي؟ هلعبها وانا كده. ايه ما تركبيش حاجه، انت تلعبيها. أول مرة تلعبيني. لسه هختار بابا. أول عايزين نشوفه. إيه يا حبيبي؟ بيت الرعب. بيت الرعب كان جميل؟ اللي أنا
I'm sorry.
ها غزل ايش عمري؟ بتحسبين؟ ديالك بالطيارة انت ما ركبتش الطيارة قبل كده؟ الطيارة الحقيقية ما ركبتهاش؟ لا أنا ركبت الطيارة بس بشر مشكلة. يزن طبعا خايف ومش راضي. هركبها. تركبها ما انت ضلعت عيني عشان تركبها ومش راضي. يا زلمه راكب طاير تحتاني هذا بالطياره دي.
عايز الصراحة زي غزة كان بيعيط عشان ينزل. تبقى مديهم يا غزة؟ ادخل يلا. بصي يا محمد اهوان. واو. لذيذ جدا وريحته حلوة. خلي بالك عشان نشوف. بصي يا صحابنا دي على الاكلات فعملتها قلت اكلها بس قلت ممنوع ما ينفعش اكلها خالص. لازم ما تاكل معايا لو لازم ما هي اللي تاكل. طبعا لازم برضه عشان هي بتاعت البنات. مش عارفة تشوف عارفة غزولة شكرا جزيلا. طب والله انا هو ايه ده يا غزل اصلا ده لوليتا يعني بتتحط في الفريزر؟ لا يا جيلي تبقى جيلي. وايه ده؟ ورز 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 عربية طب تاخد عربية ايه؟ عربية عريس يعني عروسة؟ فطالت اخدت واحدة زدتي في الزيتة واخدتي واحدة امسك عليها. انا العريس يا روسيا انا العريس. يلا روحي عيش حياتك.